السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الرئيسة من قناة السعودية. أحييكم أنا هلال الرحيمي، وتحية لكم مني أنا سمر حمد، ومن زميلنا في لغة الإشارة عبدالله العقلة. والبداية بالعناوين: المملكة تؤكد التزامها بحماية الأطفال في النزاع المسلح باليمن. وصول أكثر من 1,500,000 حاج وحاجة إلى المملكة عبر جميع المنافذ. المجلس العسكري وقوى التغيير يتفقان على وثيقة الإعلان الدستوري في السودان. أهلا بكم. أكدت المملكة العربية السعودية عزمها وتصميمها على اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية الأطفال في النزاع المسلح في اليمن. جاء ذلك في كلمة المملكة في جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت أمس تحت بند الأطفال والنزاع المسلح، التي ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي. وإن حكومة بلادي مصممة على اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية الأطفال في النزاع المسلح في اليمن، وهي تعمل مع شقيقاتها في التحالف على أن تكون وحدة حماية الأطفال التي أنشئت بموجب التفاهم مع الأمم المتحدة وضمن قيادة التحالف نموذجاً يقتدى به في كل أنحاء العالم، ومركزاً للخبرة والمعرفة تستفيد منه الدول المجاورة. وأعرب المعلمي خلال كلمته عن تأييد المملكة للمهمة السامية التي تسعى الأمم المتحدة إلى تحقيقها في حماية الأطفال في النزاعات المسلحة، لافتاً الانتباه إلى حالات الإضرار المتعمد بهم التي تنتهجها بعض الدول والجماعات المسلحة، وهو ما تدينه المملكة وتطالب بالتصدي له بكل الوسائل والأشكال. إننا نأمل في أن يتحد المجتمع الدولي في إدانته للمتمردين الذين ما زالوا يمتنعون عن تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، بل إنهم ما زالوا يماطلون في تنفيذ اتفاقية ستوكهولم حول الانسحاب من الحديدة، وهي الاتفاقية التي اعتبرها الجميع خطوة أولى نحو حل سياسي شامل يعيد لليمن أمنه واستقراره وشرعيته، وينهي ويلات الحرب وآثارها على الشعب اليمني الصامد. بلغ أعداد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس 1,516,100 حاجا واحدا وفقا للإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات. وأوضحت الجوازات أن أعداد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 1,412,894 حاجا وحاجة، وعبر البحر 16,848 حاجا وحاجة، فيما قدم عن طريق البر 68,359 حاجا وحاجة. وقد بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى يوم أمس 822,000 حاج وحاجة وفقا للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج التي تصدرها لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة. وبيّنت الإحصائية أن 655,000 حاج غادروا المدينة المنورة متجهين إلى مكة المكرمة خلال الفترة الماضية من موسم الحج هذا العام، في حين بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى يوم أمس 167,000 حاج وحاجة. وصلت إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة الدفعة الثانية من ذوي شهداء ومصابي حادث نيوزيلندا الإرهابية ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين. وقد عبر الضيوف عن شكرهم وامتنانهم إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لهذه الاستضافة، ووجه خادم الحرمين الشريفين باستضافة 200 حاج وحاجة من أسر وذوي ضحايا ومصابي الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجد في مدينة كريست شيرش في نيوزيلندا.
كما وصل 342 حاجا وحاجة من 25 دولة إلى مكة المكرمة أمس، يمثلون الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة لبرنامج الاستضافة، والذي صدر توجيه خادم الحرمين الشريفين باستضافتهم لموسم حج هذا العام، ويزيد عددهم على 6000 حاج وحاجة من 77 دولة من مختلف قارات العالم. وتواصل جوازات مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة أعمالها لخدمة ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام القادمين من مختلف الدول لأداء مناسك الحج لهذا العام، من خلال استقبال الحجاج الواصلين وتوجيههم إلى منصات إنهاء إجراءات الوصول التي تعمل به كفاءات وطنية على مستوى عال من التأهيل، تدون من خلالهم معلومات الحاج فور وصوله والتأكد منها ومطابقة تأشيرة الحجة، بعدها يتم تسجيل دخول الحاج رسميا. هذا وحضر عدد من الإعلاميين الدوليين إلى صالة الحجاج بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، وذلك للتعرف على مبادرة طريق مكة والتي تهدف إلى سرعة إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن. استقبلت الوفود الإعلامية لبعثات الحج الدولية إحدى الرحلات المستفيدة من مبادرة طريق مكة بحضور عدد من القطاعات الحكومية للتعرف على المبادرة، وذلك من الصالة المخصصة لها بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة. اطلعنا على الإجراءات الجديدة لهذا المشروع، وهي إجراءات تسريع دخول الحجاج، والآن المشروع بدأ يطبق على مستوى 5 دول. الآن اطلعنا صباح اليوم على هذه التجربة الهامة والرائدة، والتي لا شك أنها ستساهم في تطوير وصول حجاج في هذا الموسم الهام بالنسبة للمسلمين، وبالتالي اطلعنا على هذه التجربة الرائدة، وهي فرصة هامة جدا لنا كإعلاميين أن نكتشف أن هناك تجربة متطورة لدولة عربية يعني، وفي هذا الموسم الهام بالنسبة للمسلمين الذي هو موسم الحج. استقبلتنا الجوازات السعودية، وكان بالفعل هذا اللي خلى انه الاجراءات تكون سريعة، وبمثل هذه الاجراء طريق مكة بالفعل سيكون الحاج مرتاح بشكل كبير جدا. تعرف افراد البعثات الاعلامية على جهود بذلت من كافة القطاعات والجهات لتسهيل رحلة العمر لضيوف الرحمن، من خلال الاطلاع على خطوات اجراءات مبادرة طريق مكة والتي تهدف إلى سرعة إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من مطار المغادرة في بلادهم. عبد الله الغامدي، جدة. من جهتها هيأت وزارة الصحة برنامج تجربة المريض في المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة بهدف تيسير الخدمات الصحية لضيوف الرحمن. ويقوم أكثر من 150 موظفاً يعملون على مدار 24 ساعة باستقبال ومعالجة شكاوى المرضى والرد على استفسارات حجاج بيت الله الحرام، إضافة إلى المرور اليومي على المرضى المنومين من الحجاج لمعرفة احتياجاتهم وآرائهم. كما يقيس البرنامج بالتنسيق مع برنامج أداء مدى رضا المستفيدين عن الخدمات الصحية خلال موسم الحج، إضافة إلى تلقي البلاغات وحل الشكاوى الواردة من قبل مركز الاتصالات 937 وتنفيذ جولات ميدانية من أجل الوقوف على مستوى الخدمات المقدمة والتنسيق مع الإدارات العليا والتنفيذية لتوفير الدعم والمساندة. وأوضحت الصحة أن مستشفياتها ومراكزها الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة تواصل تقديم الخدمات التخصصية النوعية لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام. وقالت إن عدد حجاج بيت الله الحرام الذين تلقوا الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة بلغ منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة وحتى يوم الثاني من ذي الحجة أكثر من 190 ألف حاج وحاجة، حيث جرى إجراء 297 عملية قلب مفتوح وقسطرة قلبية، فيما أجريت 921 عملية غسيل كلوي و44 عملية مناظير و293 عملية جراحية مختلفة.
بينما جرى تنويم 1297 حاجا وحاجة في المستشفيات وتسجيل 4 حالات ولادة، إضافة إلى 20 حالة إجهاد حراري. وقد أكمل مستشفى الطوارئ بميناء جاهزيته لاستقبال حجاج بيت الله الحرام ضمن منظومة منشآت الصحة في ميناء التي تضم 4 مستشفيات، وهي مستشفى ميناء الطوارئ وميناء الوادي وميناء الجسر وميناء الشارع الجديد. وتبلغ سعة المستشفى السريرية 320 سريرا ومختبرات بأحدث الأجهزة، إضافة إلى المترجم الصوتي للتحدث مع المريض بلغته الأم لمختلف الجنسيات التي لا تتحدث العربية أو الإنجليزية. ويضم المستشفى قسم الطوارئ على مدار 24 ساعة وعيادة عامة وتخصصية وغرفا للعمليات والأقسام الأخرى، حيث يبلغ عدد العاملين فيه أكثر من 500 موظف يعملون على مدار الساعة في خدمة حجاج بيت الله الحرام. وفي مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، نجح فريق جراحي في مدينة الملك عبدالله الطبية في مكة المكرمة في إعادة البصر إلى حاج إيراني. وأوضحت وزارة الصحة أنه تم اكتشاف ورم في الغدة النخامية للحاج الإيراني، الأمر الذي استدعى تدخل فريق جراحي لإجراء عملية جراحية عاجلة تكللت بالنجاح التام ولله الحمد. حاجي مهدي، الحمد لله على السلامة. الحمد لله رب العالمين. بكلمات الحمد والشكر لله تعالى بدأ الحاج مهدي معين من جمهورية إيران الإسلامية حديثه معنا بعد خروجه من العملية التي أجراها في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة لإزالة ورم من الدماغ، وتكللت ولله الحمد بالنجاح بعد أن وصل إلى المستشفى كحالة إنقاذ حياة. مشكلة سرطان، شعرت بوجع في الرأس ولم أستطع فتح عيني اليسرى، أشعر الآن بتحسن ولله الحمد. وجود ورم بالغدة النخامية من النوع النازف، أثر على النظر وأدى إلى ضعف النظر، وتم قبول الحالة بشكل مستعجل، وفي غضون أقل من 2 إلى 3 ساعات تم وصول المريض إلى العناية المركزة العصبية، وفيما بعد تم عمل العملية الجراحية بأسرع وقت ممكن، وتم استئصال الورم بشكل شبه كامل. 3 أيام فقط منذ شعوره بألم في الرأس وحتى خروجه من العملية، الفريق الطبي السعودي حدد حالته بأنها حرجة وتحتاج لتدخل سريع. قرروا انه يعملوا عمليه هنا، وطمنوا الدكتور، دكتور سلطان الله يحفظه، طمنا كثير، واحنا طمنا زوجته وطمنا اخته، واخيرا قبلوا انه يعملوا العمليه هنا وتوكلوا على رب العالمين وعملوا العمليه هنا. هذا الدكتور خالد؟ دكتور خالد كان معي في العمليه ما شاء الله. قررنا ناخذه للمستشفى، مستشفى الملك فيصل. من وراء يوم قرروا مع أن ينتقل المريض للمستشفى ملك عبد الله، وسووا إجراءات سي تي، وقرروا مع أن عملية جراحية محتاج المريض. الحمد لله من وراء يوم 3 أيام من وراء العملية الحمد لله حالة المريض كويسة. جهود صحية وطبية تقدم لكافة حجاج بيت الله الحرام طيلة مدة إقامتهم. كافة المستشفيات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة جهزت لخدمة ضيف الرحمن. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. الصندوق العقاري يودع 1 مليار ريال في حسابات مستفيدي سكني. هيئة الاستثمار توقع مذكرة تفاهم بقيمة 200 مليون دولار لتوطين الصناعات الكيميائية. أهلا بكم من جديد. أودع صندوق التنمية العقارية أكثر من 1 مليار ريال في حسابات مستفيدي برنامج سكني من وزارة الإسكان والصندوق العقاري، وذلك عن شهر يوليو الماضي. صندوق التنمية العقاري أوضح أن إجمالي المبالغ التي تم إيداعها في حسابات مستفيدي التمويل العقاري المدعومة منذ إعلان التحول في يونيو عام 2017 حتى نهاية يوليو العام الماضي وصل إلى 1.1 مليار
152 مليون ريال، فيما بلغ إجمالي المبالغ المودعة لمستفيدي مبادرة القرض السكني للعسكريين 5 مليارات ريال، قدمت كقرض حسن يسدد بعد الانتهاء من سداد القرض الأساسي. حققت المملكة المرتبة 21 عالميا من ناحية قيمة صادراتها لعام 2018، كما حققت المرتبة 32 في قيمة الواردات في العام ذاته، وذلك وفقا للتقرير الإحصائي السنوي لمنظمة التجارة العالمية. ونمت القيمة المالية لصادرات المملكة في 2018 بزيادة قدرها 21% عن الفترة ذاتها في عام 2017، في حين سجلت قيمة الواردات انخفاضا قدره 4% نتيجة لنمو الانتاج المحلي، في حين بلغت حصة المملكة من مجموع قيمة الصادرات العالمية للعام الماضي قرابة 2% مقابل 17% للواردات. وقعت الهيئة العامة للاستثمار مذكرة تفاهم بقيمة 200 مليون دولار بهدف بناء منشأة لصناعة البايوبروتين داخل المملكة. وتأتي أهمية هذا المشروع على مستوى توطين التقنية ونقل المعرفة في مجال الصناعات الكيميائية، كما أنه سيسهم في توفير مصادر مستدامة لأغذية الأسماك والمواشي وتعزيز الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل في قطاع هو الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط ودول شمال إفريقيا، وهو قطاع البتروكيماويات الذي يعد جزءا من برنامج التنوع الاقتصادي للمملكة، والهادف إلى توفير مصادر دخل متعددة من خلال مضاعفة قيمته خلال العقد المقبل. في محافظة بلقرن شمال مدينة أبها أقيم مهرجان العنب التاسع بمشاركة 15 جناحا من جهات حكومية وخاصة. ووفقا للإحصائية الزراعية تحتضن محافظة بلقرن أكثر من 38 ألف مزرعة نتيجة أو تنتج 20 ألف طن من محصول العنب سنويا. نتابع. أقيم مهرجان العنب التاسع الذي ينظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة بلقر، وذلك بخيمة البلدية، ويحتوي على 15 جناحا لجهات حكومية وخاصة. بالنسبة للمزارعين منطقة بلقر، يوجد لدينا عدد أنواع من العنب، الطائفي والرازقي والبناتي والأسود واللبناني، وجميعها موجودة في المنطقة. المزارعين يكونون على زراعتها ومجتهدين، وتساندهم وزارة الزراعة بالإرشادات أيضا يعني من ناحيتهم. هذا وتشير الإحصاءات الزراعية بأن محافظة بلقرن تحتضن أكثر من 38 ألف مزرعة وبإنتاج يبلغ 20 ألف طن من محصول العنب سنويا. نبغى وقت العنب انها تساندنا وزاره الزراعه وتكتب للجهات المعنيه بانه وقت الانتاج في منطقه محافظه بلقرن، يجون وياخذون من المزارعين كميات وشبه بلاش ويسوقون التجار، ما في مشكله، مساعده للمزارع. وتشتهر محافظه بلقرن بانتاج انواع مختلفه من العنب ما بين الاسود والاصفر والابيض والاحمر، وهو افضل انواع العنب واغلاها، وتتراوح قيمتها السوقية ما بين 8 و18 ريالا للكيلو الواحد. ظافر البكري، بلقرن. ارتكبت ميليشيا الحوثي جريمة جديدة تعد الثانية من نوعها في مجمع إخوان ثابت الصناعي والتجارية داخل مدينة الحديدة غرب اليمن خلال أقل من أسبوع. مصادر عاملة في المجمع أفادت بأن الميليشيا الحوثية شنت قصفا مكثفا وأصابت بشكل مباشر مستودعا تابعا لمصنع الورق وأحرقته بشكل كامل. وطال قصف الميليشيا بقذائف الهاون ومختلف الأسلحة الرشاشة أحياء سكنية في شارع صنعاء، مخلفا المزيد من الأضرار في منازل وممتلكات المواطنين. من جانبها أعلنت قوات الجيش اليمني تحرير مواقع عسكرية جديدة ومقتل وجرح عشرات الحوثيين بمحافظة صعدة شمالي البلاد. وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن قواته تمكنت من تحرير جبال الدخاس والخضاد التي كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي بمديرية الصفراء في صعدة. We'll be right back.
We'll be right back.